مشاهدينا الكرام، برحب بيكم حلقة جديدة من حلقات المشهد، ومشهد جديد في العلاقات المصرية الأوروبية وعلاقاتها بدول العالم بشكل عام، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوروبا وخاصة لإيطاليا وفرنسا، واللي يمكن رأى بعض الدبلوماسيين أنها من أهم أهداف هذه الزيارة هو توثيق العلاقات الثنائية مع أهم الشركاء الأساسيين لمصر، باعتبار أن هاتين الدولتين إيطاليا وفرنسا هما دولتين أوروبيتين وأيضا متوسطتين، وفضلا عن اهتمام مصر الاستراتيجي بدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. في بعض الأقاويل الأخرى من بعض الدبلوماسيين أن هناك هدف آخر من هذه الزيارة بعيدا عن البعد الاقتصادي، وهو إحداث اختراق في الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في مصر، مبررين ذلك بالانقسام في الموقف الأوروبي تجاه ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة. أيضا هذه الزيارة سيكون لها تأثير بالتأكيد على الموقف الأمريكي تجاه مصر، واللي هيبلغ ذروته أثناء الحوار الاستراتيجي اللي هيقام في واشنطن بين مصر وأمريكا في يناير المقبل. كل هذه الأبعاد لهذه الزيارة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على الجانب الأوروبي أو خارج أوروبا، هيكون هو محور حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الكريم الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. كما ذكرت يمكن في بداية الحلقة وكما ذكر التقرير، أن هناك عدة محاور لهذه الزيارة المهمة، واللي يمكن بتأتي أهميتها من التوقيت، توقيت الزيارة في صحيح. الزيارة فيه بالتأكيد بعض الأبعاد الأخرى اللي هنقوم بتحليلها أثناء الحلقة، ولكن خليني أبدأ من أهمية توقيت الزيارة، خصوصا في ظل ذروة حرب مصر على الإرهاب، وأيضا في ظل الزيارات السابقة والزيارات التي ستعقب هذه الزيارة. ده صحيح، ودايما في السياسة بيبقى عنصر الزمن أو التوقيت له أهميته. فلو تشوف حضرتك التوقيت اللي بتأتي فيه هذه الزيارة، هذه الزيارة بتأتي عقب زيارة الرئيس السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء خطاب مصر أمام دول العالم ككل. أيضا بتأتي بعد فترة وجيزة من لقاء تم بين الرئيس وبين قادة اليونان وقبرص. إذن احنا بنفهم أيضا أن هذه الزيارة لإيطاليا ولفرنسا تأتي تمثل نوع من الاستمرارية في السياسة أو الدبلوماسية المصرية النشطة. إذن الزيارات السابقة تأثيرها إيجابي أم سلبي على هذه الزيارة؟ لا، يعني الزيارات السابقة وهذه الزيارة أنا بنظر إليها باعتبارها كل متكامل، يعني بنظر إليها نظرة أوسع شوي. فإحنا بنفهم هذه الزيارة في هذا الإطار. يعني إحنا ما نتكلم عن الدول التعاون بين مصر وبين الدول المطلة على البحر المتوسط أو متواجدة في البحر المتوسط، هنلاقي قبرص، اليونان، ثم تأتي فرنسا، ثم تأتي تركيا، ثم تأتي إيطاليا. إذن يبدو الأمر هنا أننا إزاء منظومة واحدة، وهي انفتاح السياسة المصرية والدور النشط الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في، يعني نقول في الفترة التي أعقبت 30 يونيو. أيضا دي بتأتي في إطار ما يسمى في السياسة بيسموها دبلوماسية القمة. دبلوماسية القمة بنقصد بها يعني دبلوماسية القادة ودبلوماسية الزعماء ودبلوماسية الرؤساء. ميزة هذا النمط من الدبلوماسية أنها تستطيع أن تحقق أهداف هامة وفي فترة زمنية وجيزة. يعني بيترتب على هذه اللقاءات اللي بنسميها لقاءات القمة نتائج ملموسة وبتنعكس في أثرها على الأطراف كلها المشاركة في هذا النوع، شاملة على كل الزيارات السابقة والزيارة الحالية. ده صحيح. أيضا احنا ممكن نقول إنها أول زيارة للرئيس إلى أوروبا، وبالتالي يبدأ بإيطاليا وفرنسا، وهنا التساؤل لماذا إيطاليا ولماذا فرنسا؟ ويفهم من ذلك أن لكل من إيطاليا وفرنسا أهمية خاصة في إطار الاتحاد الأوروبي. لو تشوف حضرتك هتلاقي أن إيطاليا هي التي تقود الآن أو هي التي ترأس الاتحاد الأوروبي يمكن من يونيو الماضي ولفترة قادمة. إذن إيطاليا هنا لها تأثيرها السياسي ولها تأثيرها الدبلوماسي في إطار دول الاتحاد الأوروبي ككل. فرنسا بترتبط بمصر بعلاقات وثيقة ومنذ فترة يعني طويلة سابقة، سواء من الناحية الثقافية، من الناحية الحضارية، من حيث التبادل الثقافي، من حيث الاقتصاد. باعتبارها دول البحر المتوسط طبعا، باعتبارها دول البحر المتوسط، ودي نقطة مهمة قوي في مجال التعاون بين
دول البحر المتوسط في شماله وجنوبه. نعم. إذن يبدو الأمر هنا أن لهذه الزيارة أهداف متعددة، إضافة بالتأكيد إلى أن مثل هذه الزيارات بتناقش فيها قضايا هامة، سواء كانت هذه القضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، يعني بين مصر وإيطاليا أو بين مصر وفرنسا. أو بين مصر والاتحاد الأوروبي بقى بشكل عام. بالضبط. فده اللي احنا يعني بنسميه علاقات ثنائية بين مصر وإيطاليا، بين مصر وفرنسا. ثم هناك قضايا اللي بنسميها قضايا ذات اهتمام مشترك. يعني ربما ليست هي قضية مصرية خالصة وليست قضية إيطالية خالصة أو قضية فرنسية خالصة، ولكن ترتبط ربما قضية إقليمية، ربما أزمة إقليمية، ولكنها تنعكس على هذه الدول. يعني لما نتكلم ويمكن نيجي للكلام ده تفصيلا إذا اتسع المجال، لما نتكلم على الأزمة الليبية، الأزمة الليبية بتطرح أثارها السلبية على مصر في حالة استمراريته، وتطرح أيضا تأثيرها السلبي على إيطاليا. نعم. إذن هو ده اللي احنا بنسميه في السياسة قضايا ذات اهتمام مشترك. إذن احنا ممكن يعني نفصل بين مستويين، مستوى قضايا ثنائية يعني بتهم بشكل مباشر الدولتين، تتعلق بهم بالتعاون بينهم في مجالات مختلفة، ثم هناك قضايا ذات اهتمام مشترك وقد تكون قضايا إقليمية أو قضايا دولية. طيب بذكر القضايا، يعني في اعتقادك ما هي أهم القضايا أو الملفات اللي تم طرحها خلال الزيارة سواء مع إيطاليا أو مع قادة إيطاليا أو مع قادة فرنسا؟ يعني الزيارة بتاعت فرنسا لسه اليوم، إنما المتوقع يعني المتوقع. يعني هو في قضايا هامة طرحت الحقيقة، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاستراتيجية. يمكن من أهم هذه القضايا التي طرحت في اللقاء بتاع إيطاليا مثلا قضية الإرهاب والتعاون لمكافحة الإرهاب. يعني كيف يمكن أن يحدث تعاون بين مصر وإيطاليا لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال. ولما بنتكلم عن إيطاليا فإحنا أيضا بنعبر عن أن إيطاليا طرف مؤثر وقائد في إطار الاتحاد الأوروبي، وزي ما اتفقنا هي اللي بتقوده في الفترة القادمة، وبالتالي يمكن أن يكون لإيطاليا أيضا تأثيرها على دول الاتحاد الأوروبي. ونفس الحال بالنسبة لفرنسا. فإذا الإرهاب هو قضية لا تعني مصر فقط ومش بتؤثر على مصر فقط، وربما دي وجهة النظر اللي بتقدمها مصر، إن الإرهاب بيؤثر على منطقة الشرق الأوسط ككل، المنطقة العربية ككل، ويؤثر أيضا على العالم ككل. يعني هي ليست قضية مصرية فقط، ليست قضية عربية فقط، ليست قضية شرق أوسطية فقط، وإنما لا توجد دولة الآن بمنأى عن الإرهاب. وبالتالي ده بيحتاج إلى تكتيل الجهود. ويمكن الرئيس كان في مؤتمر صحفي بالأمس عبر عن هذه الفكرة، إن الإرهاب بيمتد بيتسع، وبالتالي يتطلب الأمر أن تكون هناك جهود موحدة لمواجهة هذه الظاهرة. فده نمط من أنماط القضايا التي بحث. يمكن أيضا نتكلم عن الجانب الاقتصادي وعملية التجارة بين الدولتين، بين إيطاليا ومصر، ثم بين بعد كده بين مصر وفرنسا. وأنا عاوز أؤكد حتى أن السياسة الخارجية تكون ناجحة بقدر ما تخدم الداخل، يعني بقدر ما تطرحه من آثار إيجابية على الداخل فهي تكون ناجحة. يعني ليست الحكمة من هذه اللقاءات مجرد أمور بروتوكولية فقط، وإنما الحكمة أن تكون لها فائدة على الشعب المصري، فائدة إيجابية. يعني أنا أقول لحضرتك أمثلة. اتفضل. إحنا لما نتكلم عن الاستثمارات الإيطالية في مصر، ده شيء إيجابي. لما نتكلم عن التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، فده شيء أيضا إيجابي. لما نتكلم عن موضوع مهم ربما طرح أيضا، اللي بتسمى يعني الممر الأخضر. الممر الأخضر ده يعني إن مصر تستطيع أن تقدم صادرات، سواء محاصيل زراعية، فواكه إلى آخره، لإيطاليا، ومن إيطاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي. إذن إحنا إذا وجدنا أسواق خارجية دولية لتصريف المنتجات المصرية، فإن ده بيفيد الاقتصاد المصري ككل، وينعكس أثره الإيجابي على المواطن، وهكذا. لو نشوف مثلا نتكلم عن السياحة، تشجيع السياحة والوفود السياحي، كل ده بينعكس. هي قضايا كثيرة بالفعل تم طرحها وهنتكلم عنها أكتر، ولكن خلينا يعني بشكل عام لو كلمنا عن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، أو الشيء اللي الرئيس السيسي مصمم أنه يعود به من هذه الزيارة، ما هو؟ ربما هو في أشياء متعددة، وزي ما كنا بنتكلم حالا، تحقيق نتائج إيجابية
تنعكس على الشعب المصري، سواء من الناحية السياسية أو من حيث مكافحة الإرهاب أو من الجانب الاقتصادي، من حيث التبادل التجاري، من حيث الصادرات المصرية والتوسع فيها، من حيث إعطاء صورة حقيقة يعني حقيقية لطبيعة الأوضاع التي تشهدها مصر، وده أيضا بيساعد في تغيير بعض الصور المغلوطة التي كانت يعني يتم نشرها في فترات سابقة. إذا من هذه الزاوية فإن في أهمية اقتصادية، أهمية سياسية، أهمية استراتيجية، أهمية تتعلق بالتعاون بين هذه الدول في مجالات مختلفة، والهدف النهائي أن ينعكس ذلك إيجابيا على الشعب المصري. طيب لو كلمنا عن الموقف الأوروبي والانقسام اللي في الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في مصر، البعض مؤيد منذ البداية لما يحدث في مصر ولتولي الرئيس السيسي وأنه رئيس منتخب، والبعض غير داعم لهذا الموقف بشكل كبير، فإيه هو أثر الزيارة على هذا الموقف المنقسم؟ هل يسعى الرئيس السيسي لتوحيد الصف الأوروبي مرة أخرى تجاه مصر؟ بطبيعة الحال يعني الصورة دي أو الانقسام اللي حضرتك بتتكلم عنه دي ظهرت بعد 30 يونيو مباشرة. تمام. إنما يبدو أن في تغييرات بدأت تحدث في معالم هذه الصورة، وخصوصا بعد خطاب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدأ يحدث ملامح التغيير. بالضبط. بدأت تحدث تغيرات، بدأت تحدث يعني تغير في النبرة الحادة التي كانت تطلق ضد مصر بتأثير يعني دعايات مسبقة أو شيء من هذا القبيل. إذن الأمور بدأت في التحول. هذه الزيارة أيضا ستسهم من وجهة نظري في إحداث هذا التحول، ليس فقط لدى إيطاليا وفرنسا وإنما لدى دول الاتحاد الأوروبي ككل، وبحيث يكون هناك إدراك واقعي وحقيقي لصورة مصر وللتحولات التي حدثت فيه، وبطريقة موضوعية وبطريقة واضحة، بعيد بقى عن الإشاعات أو الأفكار المغلوطة أو المغرضة أو شيء من هذا القبيل. فده أيضا أنا في رأيي ده من النتائج المهمة التي يمكن أن تترتب على هذه الزيارة. أنا عاوز أقول أيضا إن هذه الزيارة، وإحنا كنا لسه بنتكلم عن التوقيت وعلاقته بالسياسة والزمن وعلاقته بالسياسة، هذه الزيارة ربما تنعكس إيجابا أيضا على المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر أو مؤتمر أصدقاء مصر اللي هيعقد يمكن في أوائل العام القادم، في الربع الأول من العام القادم في مارس أو شيء من هذا القبيل. إذن هذه إيطاليا وفرنسا ثم الحشد بتاع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسهم أيضا في إنجاح هذا المؤتمر، وده من الناحية الاقتصادية. في أيضا من الناحية السياسية في رأيي قضية هامة للغاية، وهي إن مصر هتترشح لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن. زي ما احنا عارفين إن مجلس الأمن فيه 15 عضو، 5 ذوي عضوية دائمة، وفيه 10 أعضاء بيتغيروا كل سنتين. إذن مصر مرشحة لعضوية غير دائمة، يعني عضوية مؤقتة لمدة سنتين في مجلس الأمن بتبدأ من 2016. طيب هل ورد إن العضوية تستمر بعد السنتين لو نهبتها مصر؟ لا، يعني هي الدولة بتاخد سنتين وخلاص وتتغير، بتبقى عاملة دورية عشان ياخد أكبر عدد من الدول تأخذ هذه الفرصة. فمصر الآن مرشحة في سنة 2016. إذن مصر تحتاج إلى دعم دولي، يعني في آلية معينة في الأمم المتحدة عشان الدولة تحصل، لازم تحصل بتأييد دولي وتأييد داخل الجمعية العامة ثم قرار من مجلس الأمن بأغلبية معينة. إذن إحنا ممكن نفهم هذه الزيارة أيضا ربما تأتي في هذا الإطار. نعم. يعني مصر دبلوماسيا وتقوية علاقتها بإيطاليا وفرنسا وهما دولتين مؤثرتين داخل الاتحاد الأوروبي، إذن إحنا ممكن نستقطب أو نكتسب تأييد دول الاتحاد الأوروبي ككل لترشح مصر لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن. وعلى الأرجح يعني أنا من وجهة نظري إن ده ما يحدث في أوروبا وما يحدث في هذه الزيارة، إنما ربما في جهود أخرى سابقة وفي جهود أخرى لاحقة ستبذلها الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف. إيه اللي هيعود على مصر من فائدة بعضويتها في مجلس الأمن؟ طبعا مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة. الجهاز التنفيذي يعني اللي بيعمل على تحقيق أهداف وسياسات المنظمة الدولية في العالم ككل. وطبعا بيبقى يعني نوع من إعطاء الأهمية لأي دولة أنها تكون عضو في هذا في هذه الزراعة التنظيمية إذا جاز التعبير، أو الزراعة التنفيذية للأمم المتحدة. بالإضافة طبعا إلى أن مصر كان لها جهود الحقيقة في دعم المنظمة الدولية وفي الاشتراك في قوات حفظ السلام في دول مختلفة. إذن ده بيعطي أهمية لمصر، وده تعبير الحقيقة عن أهمية مصر. يعني مصر إذا حصلت على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن فده تعبير عن أهمية مصر واعتراف بوزن مصر و
ثقة لها اللي بدأت تكتسبه في الفترة الأخيرة سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي. على مستوى الإقليمي شفنا أن مصر كانت يعني منغمسة في عديد من القضايا الإقليمية، وشفنا ما حدث في غزة والمبادرة المصرية كان لها تأثير. ثم هناك أيضا العمل على استعادة الدور المصري على المستوى الدولي، وشوفنا ده في الخطاب المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشوفنا ده أيضا في هذه الزيارة، ثم على الأرجح أن تكون هناك أيضا جهود أخرى في هذا الشأن. إذن خلاصة هذه الفكرة أن عضوية مصر في مجلس الأمن بيعطيها ثقل دبلوماسي وثقل سياسي على المستوى الدولي، وبيعبر في واقع الأمر عن اعتراف دولي بالتطورات التي حدثت في مصر بطريقة موضوعية، وأن مصر لها دورها المؤثر في خدمة قضايا العالم وقضايا المنظمة الدولية. تمام. بالتأكيد عضوية مصر في مجلس الأمن كما حضرتك ذكرت ليها أبعاد كتير وليها أهمية، ممكن نراها هي أهمية قصوى في المرحلة الحالية، ولكن من ناحية أخرى لو ربطنا عضوية مصر بما يحدث فيها من زيادة أو ارتفاع وتيرة الإرهاب في الفترة السابقة، رغم الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها مصر في لمحاربة هذا الإرهاب، خلينا نشوف أهمية الزيارة دي على أو تأثير هذه الزيارة على الموقف الأوروبي الداعم للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، كيف يكون لها تأثير إيجابي، وما الذي يمكن أن تقدمه دول أوروبا في هذا الشأن؟ يعني بطبيعة الحال الدول الأوروبية وكل دول العالم، حتى إنما إحنا بنتكلم عن الدول الأوروبية باعتبارنا الزيارة لأوروبا، الدول الأوروبية بتتأثر تأثر كبير وتأثر جوهري بالإرهاب. يعني لو تشوف حضرتك في إرهاب في ليبيا، موضوع ليبيا مثلا كأحد الأمثلة، مصر لها حدود طويلة وممتدة مع ليبيا بتزيد عن 1000 كيلومتر. طيب إذن مصر تصبح مهددة بأخطار الإرهاب ويجب أن تحمل على حماية نفسها. أيضا إيطاليا لها علاقات وثيقة بليبيا، ربما بتشهد أيضا عمليات من الهجرة غير المشروعة مرتفعة بتأتي من ليبيا. إذن الدولتين بتتفق مصالحهم هنا في محاربة الإرهاب. أيضا بالنسبة الدولتين بيعانوا لما يحدث، طبعا بيعانوا، يعني ما هو متوقع أن نتيجة للإرهاب إذا تزايدت وتيرة الإرهاب، إذا انهارت السلطة في ليبيا بناء على عدم حدوثه، يعني فإن الأضرار المترتبة على مصر أو التي تعاني منها مصر وإيطاليا ستزداد. إذن هو ده جانب من الجوانب المشتركة بين الدولتين واللي بتخليهم يعملوا معا من يعني مصر وإيطاليا لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى أن الإرهاب لم يعد يقتصر، ويمكن ده في توافق بين الدولتين، يعني كان بين مصر وإيطاليا، أن الإرهاب لا يقتصر على مصر فقط، وأن الإرهاب ليس مشكلة مصرية فقط. احنا نقدر نقول دلوقتي أن الإرهاب مشكلة عالمية، عالمية بالفعل، وبالتالي يحتاج إلى تكتيل الجهود وإلى تضافر الجهود لمواجهته المواجهة الحاسمة، وخصوصا أنه بدأ يتسع، يعني في إرهاب في ليبيا، في إرهاب في العراق، في إرهاب في سوريا، في اليمن، وبالتالي هذا الإرهاب لا يكفي لمواجهته جهود دولة واحدة، وإنما لابد من تكتيل جهود الدول المختلفة، وخصوصا أن من لا يواجه الإرهاب اليوم، يعني قد لا يكون المواجهة حالة يعني الآن دلوقتي، يمكن أن يواجهها بعد فترة. وبالتالي هنا حتى في مصلحة لهذه الدول الأوروبية وغيرها، حتى لو لم تكن تعاني من الإرهاب في هذه اللحظة، لها مصلحة في مجابهة الإرهاب حتى لا يعني تتأثر بنتائجه مستقبلا، لا تعاني منه الآن، ربما هتعاني منه بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد ستة. إذن هي دي فكرة المصلحة المشتركة، سواء بين دول بتواجه الإرهاب الآن زي مصر، أو دول أخرى يحتمل أن تواجه الإرهاب مستقبلا. وخصوصا يعني في برضو فكرة مهمة هنا، أن هذه التنظيمات الإرهابية يعني داعش وغيرها فيها مواطنين بينتموا إلى دول أوروبية متعددة، وحتى فيها أمريكيين، واختلفت بقى التقديرات والأعداد وكده، إنما يقينا أن في مواطنين من هذه الدول بينتموا إلى هذه التنظيمات. إذن يبدو الأمر هنا أن بوادر الإرهاب بدأت تهدد هذه الدول التي في ناس من مواطنيها
بيعملوا في هذه التنظيمات الإرهابية، وبالتالي الدول دي لها مصلحة في مجابهة الإرهاب في جميع الأحوال. كيف يمكن تحقيق التنسيق أو التعاون، تعاون الجهود ما بين مصر والدول الأوروبية بشكل عام؟ هل التنسيق السياسي وحده يكفي، أم يجب أن يكون هناك تنسيق استراتيجي أو تنسيق عسكري بين الدول؟ بتقصد حضرتك في مجال مواجهة الإرهاب؟ في مجال مواجهة الإرهاب. يعني هو الحقيقة مواجهة الإرهاب لها عدة أدوات ولها عدة محاور، وليس شكلها الوحيد المجابهة الأمنية رغم أهميتها، إنما أيضا في أشكال أخرى لمجابهة الإرهاب. يعني إحنا لما نتكلم عن تنمية اقتصادية وتحقيق معدلات مرتفعة من التنمية، وهذا نوع من أنواع مجابهة الإرهاب. لما نتكلم عن تنمية ثقافية وزيادة التعليم، ونتكلم عن خطاب ديني معتدل، كل دي وسائل تتبع لمجابهة الإرهاب، لأن الإرهاب ليس ظاهرة أمنية فقط، إنما له أبعاده الاقتصادية وله أبعاده الاجتماعية وله أبعاده الثقافية. ويمكن حتى إحنا في هذا الإطار يمكن نفهم المقابلة أو اللقاء الذي تم مع بابا الفاتيكان. لأن كان هيكون ده سؤالي. تفضل. لا، أهمية يعني أهمية زيارة أو اختيار الفاتيكان اللي تكون ضمن الزيارة. يعني اللقاء اللي تم، يعني إيه أهميتها؟ تم فيه التركيز من جانب البابا على هذه الأفكار الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعلى الأفكار الخاصة، ودي نقطة مهمة قوي من وجهة نظري، إن الدين الإسلامي وكل الأديان والدين المسيحي ليس فيها فكرة يعني اللجوء إلى العنف، ده مش موجود في الأديان، إنما قد تكون بعض التنظيمات أو بعض الأفراد المتشددين هم اللي بيسيئوا إلى الدين. إذن ودي نقطة مهمة، إن إحنا بنفصل بين الأديان، الأديان السماوية كلها، وبين التطرف أو العنف. ما فيش دين سماوي بيدعو إلى العنف، لا الإسلام ولا المسيح ولا أي دين سماوي، إنما في قد يلجأ بعض الأفراد إلى هذا النوع أو لهذا الإرهاب أو لهذا العنف، فده بيمثل إساءة إلى الدين. أيضا الدعوة إلى ما يمكن أن نسميه حوار الأديان، يعني فكرة التسامح وفكرة قبول الآخر وفكرة الخطاب المعتدل، وكل ده بتنطوي عليه كل الأديان. إذن أنا في رأيي دي أيضا أهمية كبيرة لهذا اللقاء مع البابا. هل يمكن أن يكون للفاتيكان دور في هذا فعلا، في الخطاب الأديان اللي حضرتك ذكرته ده، اللي دور فعال ودور إيجابي؟ طبعا ممكن أن يكون للفاتيكان وللأزهر الشريف، خصوصا أن الجماعات الإرهابية كلها يعني بتتخفى وراء ستار الإسلام. بالضبط، يعني يمكن أن يكون للأزهر الشريف كمؤسسة إسلامية، ويمكن أن يكون للفاتيكان كمؤسسة مسيحية تعبر عن الكاثوليك، يمكن أن يكون لهم دور مهم في هذا الإطار، سواء حوار مسيحي إسلامي أو سواء حتى مسيحي مسيحي، إن في أيضا يعني مذاهب في المسيحية أو كده. إذن في دور الحقيقة في التركيز على فكرة الاعتدال، على فكرة التسامح، على فكرة التعددية، على فكرة قبول الآخر، على فكرة إن العنف ليس شيء يعني أصيل في الأديان، ما فيش ولا دين سماوي بينادي بالعنف. إذن كل ده يمكن أن يكون دور مهم، وإحنا كل لسه بنتكلم إن إحنا لما نحارب الإرهاب مش هنحاربه بالسلاح فقط، وإنما يمكن أيضا محاربته من خلال الأفكار ومن خلال الخطاب المعتدل، ومن هنا بتظهر أهمية هذا الأمر. تمام. طيب هنركز أكتر على قضية الإرهاب وتأثيرها على منطقة البحر المتوسط بشكل عام، باعتبار أنها يعني منطقة مهمة لمصر، ومصر لها دور فعال في منطقة البحر المتوسط. كيف ترى تأثير الإرهاب على هذه المنطقة؟ طبعا يعني هو الإرهاب زي ما اتفقنا بيؤثر على الجميع، يعني بيؤثر على المنطقة ككل، بيؤثر على العالم ككل، بيؤثر على البحر الأحمر، ممكن يؤثر على البحر الأحمر، يمكن أن يؤثر على البحر المتوسط. إنما باعتبار أن هذه الدول اللي احنا بنشير إليها، وخصوصا إيطاليا وفرنسا، دول متوسطية، ومصر أيضا دولة متوسطية، إذن يبدو أن هناك إمكانية للتعاون الوثيق بين هذه الدول في شمال البحر المتوسط
وفي جنوبه من أجل مكافحة الإرهاب. والمكافحة هنا يعني كما اتفقنا يمكن أن تكون من خلال التعاون في مجالات مختلفة، وليس المجال الأمني هو المجال الوحيد. إنما يمكن التعامل مثلا في مجال تبادل المعلومات. تبادل المعلومات ده شيء مهم قوي. يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المتشددة أو الجماعات الإرهابية أو عدم إعطاء أفرادها ملاذ آمن مثلا في هذه الدول، أو يعني إحكام عملية التمويل بحيث لا تصل إليهم مصادر تمويل من خلال قوانين وتشريعات مختلفة تصدر في هذه الدول. وده اللي بيسمى تكفيف منابع الإرهاب. التمويل المالي ده شيء أساسي. إذن كل هذه الإجراءات يمكن لمصر ولدول البحر المتوسط أن تتعاون فيها لتحقيق هدفها المشترك في مكافحة الإرهاب. نعم، اسمح لي دكتور إكرام نأخذ مداخلة هاتفية من الأستاذ عبد الرحمن أبو كف رئيس تحرير بوابة الأخبار. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، أنا عبد الجواد أبو كف رئيس تحرير بوابة روز اليوسف. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني كنت نتحدث عن زيارة الرئيس السيسي لأوروبا وتحديدا لفرنسا وإيطاليا، وأهمية هذه الزيارة في المقام الأول تأتي في إطار محاربة الإرهاب في المنطقة في مصر تحديدا وفي المنطقة بشكل عام وتأثيرها على العلاقات المصرية والأوروبية، فكيف ترى أهمية هذه الزيارة بشكل عام؟ أرى هذه الزيارة مفتاحا كبيرا لفك الطلسم الأوروبي. كانت هناك زيارة مشابهة للرئيس السيسي فور توليه مسؤولية الحكم عندما زار الجزائر التي كانت مفتاحا للاتحاد الأفريقي. هذا الرجل يجيد اختيار المفاتيح جيدا ويذهب إلى قلب حل المشكلة. إيطاليا تتولى الآن رئاسة الاتحاد الأوروبي، ومن هنا كانت أهمية الزيارة. ولذلك سنجد أن الرئيس السيسي لم يجتمع فقط بالرئيس الإيطالي فقط، وإنما برئيس مجلس الشيوخ وبوزير الخارجية وبكل المسؤولين بما فيهم المسؤولين الاقتصاديين بشكل كبير جدا. وكانت كلماته واضحة ومحددة، كانت رسائل طمأنة كبيرة جدا للشركات الدولية العاملة في مصر، ليست من إيطاليا فقط وإنما للاتحاد الأوروبي بشكل خاص وللشركات العالمية بشكل كبير. أكدت فيها على أن مصر ستفي بالتزاماتها حتى التعاقدات التي لم تجري في وقت أن كان يحكم مصر ما قبلها، أيضا التزم الرئيس السيسي بهذا الإطار. الزيارة مهمة جدا أيضا لأنها تفتح بابا في مجالين هما الأهم بالنسبة لمصر الآن. الأول هو المجال الاقتصادي، وهناك تفاهم كبير جدا في هذا الجانب وهو ما أكد عليه الرئيس الإيطالي. أيضا في مجال مكافحة الإرهاب، وكان الرئيس السيسي محددا وواضحا عندما أوضح صورة أن الإرهاب يتمدد وينتشر وليس على عكس المعتقد أنه يضمحل الآن، وكان الأداء الإيطالي في الحقيقة مبشر بكل خير. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الرحمن أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف. عبد الجواد أنا آسف، الأستاذ عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، بشكرك شكرا جزيلا فأنا كنت معك. يمكن الأستاذ عبد الجواد ذكر يعني بخلاف الإرهاب أو قضية الإرهاب المحور الاقتصادي اللي عايزين يعني نتطرق له بشكل أكبر، وكيف يمكن لهذه الزيارة أن توسع من دائرة التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية ويمكن تحديدا إيطاليا وفرنسا صاحبتي الزيارة. طبعا المحور الاقتصادي محور شديد الأهمية، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، أن أهمية السياسة الخارجية الناجحة هي فيما تمثله من انعكاس إيجابي على الداخل وعلى الشعب. فلو تشوف حضرتك يعني في هذا المجال يمكن الحديث عن تبادل تجاري وخصوصا صادرات مصرية وأسواق جديدة تفتح لمصر والصادرات المصرية، وده بيفيد الاقتصاد ككل. ممكن نتكلم أيضا عن استثمارات إيطالية واستثمارات فرنسية متواجدة في مصر. يعني لو تشوف حضرتك إيطاليا يمكن لها استثمارات كبيرة في مصر، وربما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث يعني العلاقات التجارية مع مصر والاستثمار، يعني بتأتي يمكن بعد الصين وبعد الولايات المتحدة، هي رقم ثلاثة، ولكنها قد تكون في المركز الأول على المستوى الأوروبي. إذن إيطاليا لها استثمارات في مصر، فرنسا لها استثمارات في مصر، والتعاون بينهم والمطلوب زيادة الاستثمارات بيتطلب الطمأنة
فأنا في رأيي أيضا أن هذه الزيارة ضمن آثارها بتعطي رسالة طمأنة لهاتين الدولتين المؤثرتين في أوروبا أن الأوضاع في مصر يمكن أن تكون مهيئة للاستثمار، أنه لا يوجد تخوف. طبعا المستثمر دايما بيبقى خايف، خايف من تغير القوانين، خايف من أشياء غير متوقعة. إذن هي دي أيضا رسالة طمأنة لإيطاليا ولفرنسا ومنهم لدول الاتحاد الأوروبي، كل من يرغب في الاستثمار. حتى يمكن تمت الإشارة إلى في المؤتمر الصحفي أن في قانون خاص بالاستثمار الموحد، قانون موحد للاستثمار، وده أيضا بيسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل مخاوف المستثمرين. أيضا كان في تأكيد أن مصر بتلتزم بتعهداتها تجاه المستثمرين وتجاه الشركات وتعمل على حمايتها. إذن كل دي في رأيي أشياء إيجابية وهي رسائل طمأنة، ومن وجهة نظري قد لا تكون رسائل طمأنة لإيطاليا وفرنسا فقط، وإنما أيضا لدول الاتحاد الأوروبي ككل ولكل دول. طيب زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بشكل عام، حضرتك يعني متفائل إن هو هيبقى فيه زيادة وفي توسع في حجم الاستثمارات، هل يمكن أو هل ترى أن في الوقت الراهن في الظروف اللي بتمر بها مصر حاليا أجواء الاستثمار مناسبة؟ يعني هو شوف حضرتك، هو بتبقى العملية فيها نوع من اللي نسميها سياسة طويلة الأمد أو استراتيجية، يعني ليس اليوم، مش لازم النهاردة، إنما ماذا سنفعل في مجال الاستثمار وتبادل التجاري والاقتصادي في خلال نقول الأربع سنوات القادمة أو في خلال 10 سنوات قادمة. إذا كل دي بترتبط باتفاقيات وبترتبط بتعهدات وبمواقف دولية، وإحنا بقى دورنا يعني كلما كانت الأمور أكثر استقرارا فإن ده هيساعد على جذب الاستثمارات. طيب بالتأكيد هو زيادة الاستثمار هتساعد على الاستقرار ولا وجود الاستقرار الأول هو اللي بيساهم في زيادة الاستثمار؟ هو في ارتباط بين الاتنين، إنما دايما بيتقال في الاقتصاد إن رأس المال جبان، يعني المستثمر متخوف شوية وبالتالي عاوز يضمن إن لما يجي يستثمر في منطقة يبقى فيه نوع من الاستقرار. حتى الاستقرار مش لازم الأمني فقط، إنما الاستقرار على المستوى التشريعي، يعني مش هيجي المستثمر النهاردة في ظل قوانين معينة وفي ظل يعني قواعد معينة ثم يفاجأ بعد فترة وجيزة أن الأمور تغيرت. وبالتالي هو ده الاستقرار، يعني الاستقرار هنا المقصود به الاستقرار بمعناه الأعم والأشمل، يعني سواء استقرار أمني، سواء استقرار تشريعي، سواء استقرار في القوانين، كل أنماط الاستقرار التي تطمئن المستثمر. وده لما يتحقق يبقى فيه يعني إقبال كبير من المستثمرين، وده اللي احنا عاوزينه الحقيقة في مصر. وانا عاوز أربط دايما بين دفع عملية التنمية وبين تراجع الإرهاب، وبين دفع عملية التنمية وبين تحقيق الاستقرار، الاثنين مرتبطين إلى حد كبير. يعني كل ما بتزود الاستثمارات، كل ما بتزود فرص العمل، كل ما بتتحسن أداء الاقتصاد، ده أنا في رأيي أيضا هيبقى ما يمكن أن نسميه حائط سد ضد الإرهاب. طيب هناك مشروع قومي كبير بتقوم بمصر حاليا وهو مشروع قناة السويس الجديدة، واللي كان مأمول من بداية الإعلان عنه أنه يساهم في الحد من وتيرة الإرهاب. هل ترى هو المشروع لم يبدأ بعد تشغيله وبدأ العمل فيه، ولكن هل ترى أنه ساهم إلى حد ما في تقليل وتيرة الإرهاب؟ طبعا متوقع أن هذا المشروع وخصوصا لما يكتمل هيساهم إلى حد كبير، لأن هذا المشروع بيضمن فرص عمل. وبيفتح مجالات للاستثمار كتير، ويفتح مجالات لجذب الاستثمارات والمستثمرين. بيؤدي إلى زيادة الدخل القومي المصري يعني عبر الفترة القادمة بعد ما يكتمل، بيسهم حتى يعني له أثاره على العالم ككل. إذن تحقق مثل هذا المشروع وغيره، يعني ربما قد لا يكون هذا هو المشروع الوحيد، إنما في أيضا مشروعات أخرى كبرى ربما تأتي في فترة قادمة. إذن مثل هذه المشروعات بما تحققه من تنمية، بما تحققه من نمو اقتصادي، بما تحققه من آثار إيجابية للاقتصاد القومي ككل، بطبيعة الحال هتكون عامل مهم ومؤثر في مكافحة الإرهاب، والذي اتفقنا أنه ليس يعني مكافحته ليست من خلال الإجراءات الأمنية وحدها، وإنما أيضا من خلال عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وربما عوامل نفسية وعوامل ثقافية، وكل هذه العوامل بتتضافر معا
للمكافحة الناجحة للإرهاب والقضاء على جذور. يعني ليس المطلوب يعني أن يكون الإرهاب ينتهي ظاهريا فقط، وإنما المطلوب أيضا أن جذور الإرهاب يتم اقتلاعها بحيث لا يهدأ الآن أو لمدة عدة سنوات ثم يظهر مرة أخرى. هو ده بقى سياسات طويلة الأمد اللي هي الاقتصاد والثقافة والتعليم والاستثمار وفرص العمل، كل ده اللي بيؤدي إلى اقتلاع الإرهاب من جذور، والخطاب الديني المعتدل والفكر وكل هذه الأشياء. الحقيقه يعني في النهايه دكتور اكرام لا يسعنا الا ان نشكرك دكتور اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره على هذا التحليل الموضوعي والشامل لزياره الرئيس السيسي لاوروبا، واللي نتمنى ان هي تحقق كل اهدافها. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور. شكرا لحضرتك وللساده المشاهدين، وبنتوقع ان شاء الله ان هذه الزياره بتنعكس ايجابا على شعب مصر ككل ان شاء الله. مشاهدينا شكرا لكم أيضا لمتابعتنا في هذه الحلقة من حلقات المشهد، غدا حلقة جديدة ومشهد جديد مع أسرة عمل جديدة، فشكرا وإلى اللقاء.